بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر أعدائه، شرعه ابتلاء واختبارا لعباده، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، جاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، الذين نشروا هذا الدين في المشارق والمغارب. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن الجهاد في سبيل الله لما له من الأهمية في الإسلام، فهو ذروة سنام الإسلام، وهو من أفضل العبادات، وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام. والجهاد في سبيل الله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وقال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. والجهاد مصدر جاهد، أي بالغ في قتال عدوه، وشرعا هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. ويطلق الجهاد على أعم من القتال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وجنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع انتهى. فيطلق الجهاد أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم تعليمها، وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب، وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان ثم بالقلب حسب التمكن من درجات إنكار المنكر. والجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم سنة، وهو أفضل متطوع به وفضله عظيم. والنصوص في الأمر به والترغيب فيه من الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهناك حالات يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا على كل مستطيع، وهي: أولا، إذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف. ثانيا، إذا حصر بلده عدو، لأنه في هاتين الحالتين يكون جهاد دفع لا جهاد طلب، فلو انصرف عنه استولى الكفار على حرمات المسلمين. ثالثا، إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة. رابعا، إذا استنفره الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكنه، ويجب على القاعدة لعذر أن يخلف الغزاة في أهليهم ومالهم انتهى، ويجب على الإمام إذا تفقد الجيش عند المسير للجهاد ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل ونحوها، ويمنع المخذل الذي يخذل الناس عن القتال ويزهدهم فيه، ويمنع المرجف الذي يخوف الغزاة، ويمنع من يسرب الأخبار إلى الأعداء أو يوقع الفتنة بين الغزاة، ويؤمر على الغزاة أميرا يسوس الجيش بالسياسة الشرعية، ويجب على الجيش طاعة أميرهم والنصح له والصبر معه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبعد، فإن الجهاد في الإسلام شرع لأهداف سامية وغايات نبيلة، هي تخليص العباد من عبادة الطواغيت والأوثان لعبادة الله وحده لا شريك له الذي خلقهم ورزقهم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شرع الله الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى مستحقيها، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. شرع الله الجهاد لإذلال الكفار والانتقام منهم وإضعاف شوكتهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. هذا، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.